في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفة موسكوتو اقتصادي عائلي، اربع حبات بيض نديرو بلا كبير هكا تاع الموسكوتو، يجي عائلي اقتصادي، يجي خفيف بزاف، منكه بالسيترون او لافاني، يجي بزاف بنين. تفضلوا تشوفوا معايا المقادير والطريقه. واش عندي في المقادير؟ عندي اربع حبات بيض، عندي 14 مغرفه زيت، 14 مغرفه حليب، 14 مغرفه لافارين، 14 مغرفه سكر. انا السكر دائما ندير 12 مغرفه، نحب نقص شويه زيت مغرف باش ما يجينيش بزاف حلو. اللي يحب الحلاوه بزاف يدير 14 مغرفه، واللي يحب يجيه شويه ماشي حلو ناقص يعني حلاوه يدير 12 مغرفه. عندي لافاني، عندي زوج باكيات لا ليفور، وعندي ان زيس دو سيترون. انا حنخلطو في الباتور، بصح هو يقدر يتخلط باليد بالباتور كيما تحبوا. الباتور باش برك يجينا اخف من يخلطوه باليد ويجينا ساهل وبالخف نخدموه. نحط 14 مغرفه تاعي، عفوا 4 حبات بيض تاعي مع 12 مغرفه تاع سكر. هي هاد الوصفه سهله، فيها كلش 14. فلاكيف تاعي حطيت 4 مغارف تاع 4 حبات بيض تاعي و 12 مغرفه تاع السكر ولا 14، هي الحقيقه لا غوسيت فيها 14، وشويه لافاني نديرها في البيتخان تتخلط. فلاكيف تاعي نديرها في البيتخان تتخلط ولا في الباتور تاع اليد نورمال، خلطوها مده 5 دقائق. شوفوا البنات، بعد ما طلع لي البيض تاعي والسكر، نضيف الكميه هذوك 14 مغرفه تاع زيت غير بالعقل، والبيتخه راهي تخدم. نخلي لا فيتاس ناقصه شويه باش ما يعاودش يهبط لاباري تاعي، ما تعاودش تهبط. نزيد لي 14 مغرفه تاعي تاع زيت، ونزيد لي 14 مغرفه تاعي تاع الحليب. دوكا نضيف الكميه تاع الحليب تاعي بالعقل. شوفوا البنات، بعد ما درت الزيت تاعي والحليب تاعي، دوكا بلا سباتول نسيل لافارين تاعي ونزيدها غير بالعقل ونخلط بلا سباتول. ندير ثاني هذاك الزيت تاع الليمون، قد ما تكتو لها زيت تاع الليمون تجيكم بنينه، ومع زوج باكيات تاع لا ليفور تاعي لازم نسيرهم وندخلهم افيك اون سباتول. هاكا نسيل لافارين تاعي 14 مغرفه فارينه يكونوا بيان بومبي، يعني تروح حتى 250 غرام بالغرام، وزوج باكيات لا ليفور نسيرهم وندخلهم في لاباري تاعي بسباتول. خلطهم من الفوق للتحت. وكنت وجدت هنا سنيوه تاع زوج يدين، هذه سنيوه تاع بكريش، كل ما يعرفش هاد السنيوه على بها قلت لكم تخرج لكم كميه كبيره تاكلوا وتوكلوا. دوك انا نخلط لاباري تاعي وندير هنا، درت لها المارغارين ودردرت عليها لافارين بيان سور باش ما تلصقش معانا. شوفوا البنات، بعد ما خلطت لافارين هذيك افيك اون سباتول لا ليفور تاعي، دوكا درتها في سنيمه قلت لكم، كنت دهنتها بلا مارغارين ودرت عليها شويه لافارين. هاد السنيمه تدي هذيك تاع 30 سنتيمتر على 50 سنتيمتر، يعني سنيمه كبيره كنت تعرفوها تاع زوج يدين. ابي بري قلت لكم 30 على 50، انا ما حسبتهاش، معيني ميزاني قلت لكم هكا تكون واحد 40 في الطول، 45 على 25 ولا 30. دوكا ندخلها طيب بيان سور، كي بديت نخدم شحال الفرن تاعي حتى سخني مليح، دوكا ندخلها طيب حتى تحمر من الفوق ومن التحت بيان سور، نفيريفيوها ان افيك ان بيك كيما نديرو مع الوسمو كامل، مع المسكوتو كامل كي طيب نولي ليكم. المسكوتو تاعي بعد ما طابت شوفوها كيف حمرت من الفوق، بدات مفخفخه، فيريفيتها افيك ان بيك، نخليها تبرد ونزينها انا بالمعجون شويه نوع الكوكو ونقطعها معاكم. البنات هاو المسكوتو تاعي بعد ما وجد، انا درت له من الفوق غير تزيين خفيف، قلت لكم خليته اقتصادي 100%، درت له شويه معجون وشويه نوت كوكو. تحبوا ديروا له شوكولا، تحبوا ديروا كيما تحبوا، يعني اقتصادي. شوفوا الحبات الله يبارك، خرجي واحد 20 مغصو هكا، حبات يشبعوا، يعني اقتصادي عائلي تقدروا ديروه، ما فيش بزاف مقادير. جربوه البنات، ماكوش حاجه ندموا. دوك نقسم معاكم مغصو تشوفوه كيفاش جانا من الداخل، يدوب في الفم بزاف بنين وخفيف. شوفوا كيفاش جا خفيف، شوفوا شوفوا يتنكل بشوارب بزاف بنين، شوفوا كيفاش خفيف، شوفوا السيترون فيه. ننصحكم تجربوه البنات، بزاف هايل وخفيف، وشوفوا لي مغصو الله يبارك، يعني كبار وعاليين. مابقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا نجم وابوني وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل نوتيفيكاسيون. بقى لاخي البنات، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.